الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل. ترامب يتوقع وفاة 60,000 أمريكي جراء فيروس كورونا ويؤكد سعيه لفتح الاقتصاد بأسرع وقت. المسماري يتهم تركيا بإرسال المزيد من المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا. الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجه من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 1000 حالة واحدة. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة للفيروس و15 حالة وفاة. اطمأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة في مشروعات العاصمة الإدارية للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وارتداء العمال للكمامات وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مؤكدا حرصه على صحة وسلامة وأرواح هؤلاء العمال في المقام الأول. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية، كما عقد اجتماعا بمقر جهاز العاصمة مع وزير الإسكان والمسؤولين، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات في ضوء الإجراءات الاحترازية والتي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. وخلال جولته زار رئيس الوزراء مقر مجلس النواب حيث اطلع على معدل التنفيذ الذي يقترب من 74% واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ. صرح مصدر أمني بأنه سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها. وأعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارا من صباح الاثنين سيتم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها مع توفير المسارات البديلة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات فيما عدا القاهرة والجيزة وأسيوط، سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 164,000 شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر وفق حصيلة لوكالة فرانس بريس. وبحسب الوكالة تعافى نحو 525,000 شخص من بين أكثر من 2,300,000 مصاب بالوباء. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء خاصا إلى الزعماء الدينيين من جميع الأديان لتوحيد القوى من أجل العمل على إحلال السلام في جميع أرجاء العالم. وشدد غوتيريش على أهمية التركيز على المعركة المشتركة من أجل هزيمة فيروس كورونا. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة 60,000 أمريكي جراء فيروس كورونا بدلا من التوقعات السابقة التي نزهت 200,000 على الأقل. وقال ترامب خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، قال إنه تم إجراء 4,180,000 اختبار لفحص الوباء وهو الأعلى في العالم، وأكد أن إدارته اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين يتعلق بالتمويل وآليات مكافحة الفيروس. وقال ترامب إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة وسريعة. أعلنت فرنسا تسجيل 395 وفاة إضافية بوباء كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حين وصل عدد الحالات الجديدة الوافدة للمستشفيات انحداره البطيء. ومع هذا العدد الجديد للوفيات الذي يتوزع بين المستشفيات ودور رعاية المسنين، ترتفع الحصيلة في فرنسا لأكثر من 19,700 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس على الأراضي البريطانية إلى 16060. وتقتصر الأرقام التي تنشرها يوميا وزارة الصحة في بريطانيا على المصابين المتوفين في المستشفيات فقط، وعدم الأخذ في الاعتبار الوفيات الواقعة في دور رعاية المسنين أو المنازل. وقررت الحكومة البريطانية تمديد الإغلاق المفروض في البلاد منذ 23 مارس شهرا إضافيا من دون تحديد أي موعد للبدء بتخفيف القيود. قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت قبل نحو 4 أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا. وأضاف غوف أن الحقائق والإرشادات واضحة حاليا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد. سجلت إسبانيا 410 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة مقابل 565 وفاة باليوم السابق، وذلك في أدنى حصيلة يومية منذ نحو شهر. وعزت السلطات الصحية انخفاض عدد الوفيات إلى تباطؤ تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وغالبا ما تتبعه قفزة في الأعداد. وتعتقد السلطات الصحية أن إسبانيا بلغت ذروة تفشي الوباء في 2 أبريل، لكنها غير مستعدة بعد للتوصية برفع تدابير العزل التي تعتبر من أكثر التشدد في أوروبا. سجلت إيطاليا 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوى يومي منذ أسبوع، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 23600 وفاة، وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا نحو 179,000. وتشهد إيطاليا نقاشا بشأن أولى الخطوات للخروج من الإغلاق الشامل. ومن المتوقع أن يستمع رئيس الحكومة جوزيبي كونتي اليوم الاثنين إلى الخلاصات التي توصل إليها فريق العمل المعني بإعادة تحريك النشاط التجاري في البلاد. سجلت تركيا 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2017. كما ارتفعت حصيلة الإصابات في تركيا لأكثر من 86,000 بعد تسجيل نحو 4,000 حالة، وهو أعلى معدل إصابات بين الدول خارج أوروبا وأمريكا. أعلن رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ تمديد إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا حتى 4 مايو. وأكدت تونس تسجيل 866 حالة إصابة بالفيروس و37 حالة وفاة متصلة به، وفرضت عزلا عاما منذ 20 مارس. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و95 إصابة وشفاء 153 حالة. من ناحية أخرى، قررت السلطات الجزائرية تمديد تعليق الدراسة في البلاد حتى نهاية الشهر. سجل العراق 26 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات لأكثر من 1500 إصابة. من جانب آخر، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد حظر التنقل حتى 22 مايو المقبل من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل والتام. أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن أردوغان استفاد من الهدنة المعلنة ونقل أفرادا ومعدات إلى طرابلس ومصراتة. وأضاف أن تركيا وجماعات تنظيم القاعدة وراء تحرك الميليشيات في كافة مناطق ليبيا، مبينا أن هناك قيادة ميدانية تركية خاصة في المناطق الجنوبية الغربية. طالب البرلمان العربي تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا. ودعا البرلمان العربي الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار
والالتزام بهدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.